السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، نتائج مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا وترتيب الهدافين وموعد مباراة المركز الثالث وموعد مباراة النهائي بإذن الله تعالى في كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة، بس للأسف مفيش قنوات ناقلة معروفة. يعني متابعين الكرام، قبل نبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الخميس 11/7/2024 ونهاية نصف النهائي من كوبا امريكا كان الساعة 3 صباحا. الماتش الثاني او الماتش الاول كان امس الاربعاء الساعة 3 صباحا ايضا بتوقيت مصر. الارجنتين فازت على كندا 2-0 واحرز الهدفين جوليان الفاريز في الدقيقه 22، اسيست رودريجو دي بول، الهدف الثاني عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقه 51، واسيست انزو فرنانديز. واوروغواي خسرت من كولومبيا 0-1، احرز هدف كولومبيا ليرما في الدقيقه 39. متابعينا الكرام، كده دي نتائج مباريات نصف النهائي. النهائي هيكون بين الارجنتين وكولومبيا يوم الاثنين 15/7/2024 الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر، يعني خارج من الاحد داخل على الاثنين الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر، ومكة المكرمة 1 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والقناة الناقلة قناة كوبا امريكا على اليوتيوب، والمعلق اجنبي او ممكن تشوف المباراة على موقع كورة لايف وموقع على شوط واكتر من قناة اجنبية كرواتية ومن البرتغال وايضا من المجر. اما مباراة المركز الثالث فهتكون قبلها بيوم، يوم الاحد 14/7/2024 الساعة 3 صباحا أيضا بتوقيت مصر ومكة المكرمة، 1 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، يعني خارج من السبت داخل الأحد. والمباراة تكون بين كندا وأوروجواي على نفس القنوات الناقلة. بالنسبة لترتيب الهدافين متابعينا الكرام، عندنا في المركز الأول لاوتارو مارتينيز لاعب الأرجنتين 4 أهداف، المركز الثاني سولومون روندون لاعب فنزويلا، المركز الثالث دانيال مونوز لاعب كولومبيا هدفين، ودارون نونيز لاعب أوروجواي، وإدوارد هيبيلو لاعب فنزويلا، ولارين بالغون لاعب أمريكا، وجون ألفاريز لاعب الأرجنتين، وجون كوردوبا لاعب كولومبيا، وخوسيه فاخاردو لاعب بنما، وليرما لاعب كولومبيا، ولويس دياز لاعب كولومبيا، وميكسيميليانو اوروجو لاعب اوروجواي، وفينيسيو جونيور لاعب برازيل. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.